التحية لكم أعزائي المشاهدين، أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. صباح الخير عليكم وبداية أسبوع سعيدة على الجميع، إن شاء الله تنعموا دائما فيها بالدفء وبالراحة، وكمان بنتمنى لكم دوام التوفيق. تحية مجددة من قناة أنغام الفضائية سحر الموسيقى السودانية لمن هم خارج البلاد، وبنتمنى لهم إن شاء الله كمان عودة طيبة للسودان. دائما خليكم معنا وعبر برنامجنا الأسرة والصحة والمجتمع، البرنامج اللي بيسعى دائما ويحاول كثير انه يطرح كثير من القضايا الحياتيه اللي بتهم الاسره والصحه والمجتمع يوميا. خليكم معنا من السبت ولغايه الخميس الساعه 10 ان شاء الله، اللي عاد باذن الله الساعه 11. واللي حابين يتابعونا من تلفوناتهم ممكن يتابعونا لايف عبر قناه انغام الفضائيه سودان ميوزك على الفيسبوك، او عبر الانستغرام والتويتر، وكمان عبر اليوتيوب انغام tv.net. احلى صباح هو معاكم، وهديه من الكنترول لعيونكم. صباح الخير. قول 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 معايا، احكي قصة بلا نهاية. بك 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 البداية، حبك سرى في دمايا. انت حبي وانت عشقي، لك بكفي وبك بوفي. انت حبي وانت عشقي، لك بكفي. انت يا اجمل مدينه، مهما يحصل بك رضينا. كل ملامحك باقية فينا، كل معاي ومدور حنينا. انت حبي وانت عشق، لك بكفي وبك بوفي. انت حبي وانت عشق، لك بكفي. بريدك يا ام درمان، اصل الروعة اساسك، وان غيرك القى مكان. شباب ام در حيغني، استمتعوا بالالحان، يلا معاهم نغني. السلام عليكم، عليكم السلام. تعريف بسيط عن الحضارة، أنا أم درمان أصل البلد. بلد يا ولد عباسية ودنوباوي، أنا من بلد الحقيبة أم درمان أصل الحكاوي. قصة ألفين قصيدة عن الشهيد في كرري، عن الثورة المجيدة، عن أبطال الرواية. هنا الحكاية، هنا البداية والنهاية. شولة هنا أم درمان. مدينة في شكل دولة. من حي أم درمان، ومن حي أم در، ومن حي كل الشباب اللي ساهموا في هذا الكليب الجميل. دائما تحيانا معكم، إن شاء الله توصلكم وين ما كنتوا داخل وخارج السودان. فيكم تتابعونا لايف عبر هواتفكم الذكية، أنغام تي في، أنغام تي في دوت نت على اليوتيوب. ممكن كمان تشوفونا لايف إن شاء الله عبر السودان ميوزك، قناة أنغام الفضائية كمان على الفيسبوك. ضيف الصحة
ضيف مميز حيكون موجود معنا وصحتك من الفقرات المهمة داخل هذا البرنامج. بعد الفاصل نتابع، خليكم معنا. طبعا المعروف انه الفم بيحتوي على اللثه وبيحتوي ايضا على الفك وكمان على الاسنان، واي الم في واحد منهم بياثر على الفم عموما، ودائما بتكون في مشاكل. مشاكل اسنان واحده من المشاكل دائما بتعترضنا كبير على صغير. موجود معنا داخل الاستوديو طبيب الاسنان ومساعد التدريس بكليه طب الاسنان الدكتور محمد مصطفى الامين. اهلا بك وسهلا. مرحبا بك استاذ ناهد، صباح الخير عليك وبحيي الساده المشاهدين كلهم. صباح سعيد عليكم كلكم. يا اهلا، صباح الخير عليك. وطبعا مشاكل الاسنان بالذات في البرد، يعني بالذات في البرد كل قبل كل حاجه، كل المشاكل ممكن اليومين دول الواحد يقول لك اسناني وجعاني، كان قدامه ولا صغير، يعني صغير ولا كبير، ولو قدامه ولا ورا، لازم يكون مع البرد ده في مشكله. فعلا فعلا البرد ودرجه الحراره دائما بتاثر مع الاسنان، فبتلقي انه الشراب السخن بيكتر في البرد، فالهواء البارد مرات بيأثر على الأسنان، حساسية الأسنان بتظهر في فصل الشتاء بالذات، فبتكون مشاكل كثيرة مرتبطة بالشتاء. نعم. طيب مشاكل الأسنان عموماً يعني موجودة منذ صغر الواحد يعني، لكن عموماً أسبابها شنو؟ أسبابها كثيرة، ما حنقدر نحصرها في دائرة معينة، لكن أول سبب اللي هو الإهمال. إهمال، لو الزول بينظف أسنانه صباح ومساء وباخد خطين تحت مسا، انه بالليل نظافه الاسنان بالليل اهم من الصباح. قبل ما تنوم تسوي اسنانك وتنوم، على كده كده بتمنع البكتيريا انها تتكون في اسنانك، تمنع اللي بنسميه البلاك، المواد الجيريه. فالاهمال هو السبب الرئيسي لمشاكل الاسنان. وتاني واحده ممكن من المشاكل تكون شنو؟ ممكن العادات السيئه برضو، انه السجاير، الصعود. اها، دي واحده دي من اكثر المشاكل احنا بنعاني منها يعني. ايوه طيب تمام. انت بتتكلم حنش عن العنايه والاهتمام بالفم وبالاسنان، تكلمت يمكن عن السواك يعني، وبالذات بالليل. الثقافه حقتنا السودانيه انه السواك هو بالصباح بس، للاسف الشديد يعني، وما منتبهين لانه ممكن الواحد يتسوق فيه بعد كل وجبه حتى كمان، صح يعني صح. لانه تراكم ممكن الاكل والوجبات وكذا. طيب لو جينا تكلمنا عن المشاكل اللي بتعترض اللثه عموما، بنلاقي في ناس بيشكوا من اللثه، ممكن بعدين نجي للاسنان طبعا نشوف الفك، لكن لو جينا تكلمنا عن اللثه مرات بتكون محمره، احيانا بيكون فيها نزيف، الواحد بيكون في دم من فمه وما عارف شنو هو وسببه شنو اصلا. ايوه بالضبط، التهابات اللثه حاجه يعني في دراسات اتعملت انه اكثر من 80% من الشعب السوداني عنده التهاب في اللثه. وسببه شنو؟ السبب انه احنا ما بنستعمل الخيط السني. الخيط اللي في الخيط الصيدليه. السني ايوه، او الفلوسنج بنقول عليه، انه الزول بعد ما يسوي اسنانه بيقطع جزء من الخيط، نص متر تقريبا بيكون، فبيقوم بيدخل الخيط بين الاسنان، بيربطه في اصابع الابهام الاثنين، وبيدخل الخيط بين الاسنان، بنظف المسافات اللي بين الاسنان دي اللي بتتجمع فيها المواد الجيريه. حتى لو كانت مقفوله يعني ممكن أيوة تنظفها. الخيط بيصل، ايوه الخيط بيصل في الحته طيب. دي بنظفها تمام، كل ما تجمعت المواد الجيريه بتطلع على اللثه فوق وبتسبب التهاب في اللثه. نعم، وده هو ممكن يعني ده السبب الوحيد؟ ده السبب الرئيسي. أيوة. الرئيسي أيوة. يعني بعد كده ثاني ممكن تكون في اسباب ثانيه مثلا؟ في اسباب ثانيه زي ما قلنا، العادات، عدم تسويك الاسنان برضه بيعمل مشاكل. العادات السيئه برضه. في حاجات دينيه برضه بتكون. ايوه، طيب تسوس الاسنان واحده من المشاكل، من يعني حتى بنشوفها كمان حتى في صغار السن. طفل صغير عمره 6 سنين، 5 سنين، 4 سنين، تلقاهم عندهم تسوس رهيب جدا جدا. نعم بالضبط، التسوس برضه بيرتبط كبير يعني كثير بالتكوين بتاع الاسنان، يعني التكوين من كالسيوم والعناصر المعدنيه اللي هي موجوده في الاسنان. ممكن زول يكون ما بياكل سكر كثير، مستغرب انه هو ما بياكل سكر، بينظف اسنانه وبرضه بيجيه تسوس. ايوه ايوه، فما بيحكم السكر او عاداتك الغذائيه مثلا. طب بيكون من شنو السبب؟ احيانا بتكون حاجات وراثيه، بتلقي الاسره كلها اسنانها بتقع بدري. ايوه عندهم نفس المشكله، لكن برجع اقول انه الاهمال، الزول لو حافظ ممكن يقي نفسه شر السوسه دي. نعم أيوة. نعم، ده كلام جميل جدا. طيب لو جينا تكلمنا عن الاحساس دائما في الاسنان، يعني بتكون الاسنان حساسه بصوره شديده جدا جدا، بنلاقي انه مثلا اقل مويه بارده، اقل مويه سخنه، الهواء لو جه داخل ليك مثلا، حاجات مثلا حاجات كثير ممكن تحسك بالكهرباء كده يعني. صح ايوه. دي مشكلتها انه اللثه بيحصل فيها حاجه اسمها انحسار اللثه. اللثه بتطلع من المستوى اللي هي المفروض تكون فيه على السن، فبيتكشف لنا جزء من الجذور. الجذور ما فيها طبقة المينا اللي هي بتحمي الأسنان من الحرارة، أول ما تكشف الجذر بتبقى حساسة. دي أكبر مشكلة عندنا السودانيين، إنه
سببها الناس ما منتبهين له انه الزول بتسوق شديد. يعني السودانيين بيركزوا لك انه الفرشه لازم تكون قويه ويسوق شديد، ودي حاجتين غلط تماما. وبالعرض كمان تسويك أيوة بالعرض. ايوه بالعرض الطريقه الغلط دي. الفرشه لازم تكون ناعمه، الفرشه الناعمه بتنظف احسن من الفرشه الخشنه. والسويك يكون ما بتستعمل فيه قوه شديده. نعم. استعملنا قوه شديده ومشينا بالعرض كده، اللسه طوالي حتنحسر، اللي هو زي ما قلنا بيحصل فيها انحسار. نعم. انحسار في اللسه، اتكشفت الجذور حتعاني طوالي من حساسيه الاسنان. اقل هوا ممكن يتعبك بالذات حاسه الشتاء والكلام ده. بالضبط. طيب طيب اكيد كمان المشاكل بتاعت الاسنان كثيره جدا جدا، واحده منها كسر او ترم بعض الاسنان. بتلاقي في ناس ما شاء الله هم شكلهم جميل قدامك كده، لكن بتلاقي انه السنه قدامها مترومه او بالجنب طوالي، والتكسر ده نتيجه لشنو؟ نقص في حاجه مثلا او كده؟ حتى ممكن ورا يعني نلاقي في الريمات كثيره. ايوه ممكن يكون ضعف زي ما قلنا في تركيبه الاسنان من كالسيوم وعناصر معدنيه بتقوي الاسنان. ممكن يكون الزول يتعرض لحادث او ضربه بنقول عليها تروما. ضربة في الأسنان مرات بيجينا في المستشفى الخرطوم كثير، إنه الشكلة بين اثنين حصلت ترمة في السن. وقع الأطفال أكثر شيء بيقعوا على وشهم بتكون الأسنان أول شيء بتأثر. فالزول إنه إحنا بنفرز بيناته إنه هل وصلت الكسرة دي العصب ولا ما وصلت العصب السن. وصلت العصب السن طوالي هيحتاج لعلاج جذور نعالجه ونعمل حشوة نكمل الكسرة دي. ما وصل العصب حنكمل بحشوه ونرجع السن بنيه زي ما كان وكل شيء بيكون تمام. طيب بتين بتلبس التاج برضو اذا كان في حشوه ممكن تلبس بعد تنظف السن او المتروم اذا كان ترمه كبيره يعني اذا أيوة. كان جانب كامل نقدر نقول اذا كان هم مربع يعني او ما اخذ نعم شكله كذا حدوه يعني أيوة. بنلاقي انه ممكن جزء كامل يكون ما في ده بيحتاج لتلبيس. بيحتاج لتلبيس بعد ما نعمل الى الجذور بنقوم بنحضر السن بمقاسات معينه. نعم. وبنلبسه تاج زي ما قلتي. طيب الناس اللي بتفقد اسنانها نتيجه لاي ظروف، يعني في كثير من الناس ممكن تفقد سن بهنا بهنا قدام، ممكن تحصل اشكال زي دي. الشيء التعويضي ليه وشنو؟ انت ما شاء الله مساعد تدريس طبعا في كليه الطب، لكن بنلاقي شنو العلاجات الحديثه هسه حسب طبعا قراءتك لما يدور في العالم حولنا؟ الحاجه اللي بتفرح انه السودان في مجال الاسنان بقى تقريبا مواكب لبرا. نعم. يعني في مجالات كثير نحن ما مواكبين للاسف، لكن السودان بقى مواكب التقنيات الحديثة، الأجسام بتاعت التعويض. نعم. الخيارات اللي بتكون عند العيان لما يجي يعالج أسنانه بتديه خيارات كثيرة حسب الأنسب له والأفضل له ولحالته. نعم. ففي تعويض ثابت، في تعويض متحرك، حسب الزول ما بفضل وحسب حالته بتستدعي لشنو. ده كلام جميل جدا. أكيد المشاكل الصحية واحدة من المشاكل اللي ممكن تأثر على الأسنان، منها الصداع، الناس السكري، أمراض السكري، دي كلها بتأثر على الأسنان بتأدي لهشاشة يعني. فعلا. نعم. أيوة. الصداع واحد منها برضو مشاكل من المشاكل. أيوة. الصداع بنلاحظه دائما، أنا بيجوني في العيادة يعني حبوباتنا وجدودنا بيكونوا فاقدين الأسنان الورا. ده أكتر سبب إنه بيسبب الصداع، إنه العضة بتاعت العيان بقت ما نفس ما هو متعود السنين اللي فاتت كلها. نعم. فدي بيسبب الصداع شديد. يعني حسي انت لو معنا مثلا ما شاء الله في ناس كبار بيشاهدون الان او ناس في بيوتهم في ناس كبار بتطالب بانهم فعلا يجيبون المستشفيات، وبالذات يمكن المستشفيات هي بتعمل حاجات دي المستشفيات العامه يعني. أيوة بتعملها. أيوة. كمان مع الطلبه وكده مثلا نقول على بحاجه 10 جنيه و15 وحاجه 20 يعني. أيوة. يجي يعوضوا السن يركبوا. ايوه ايوه مفروض. الناس شديد. بتكون بتفتش لسبب الصداع ولافين للدكاتره وما عارفين السبب الصداع شنو. يعني حتى الدكتور ما ممكن يوريهم. أيوة المشكله شنو. أيوة في بعض. أيوة الدكاتره يعني. ايوه بيوروهم. بيوروهم يعني دي المشكله. طيب احنا والله بنقول يعني حق الناس تمشي المستشفيات العامه واللي. أيوة. فيها الطلبه مستشفى حسب كثير جدا. صح. واللي فيها الطلبه بيدرسوا وشايفين كثير والله من النتائج يعني الجميله والله. يقول لك ركبوا لنا طقم كامل طالبات او طلاب يعني. فعلا. وطقم كامل يعني. الشغل بيكون تحت اشراف دكاتره واخصائيين. نعم. واستشاريين. نعم جميل جدا. وبرضه بيشن يعتبر يعني برضه. أيوة. بالنسبه للطلاب يعني. ايه رايك نطلع نرتاح مع حاجه نسمعه ونتواصل في الكلام ان شاء الله. أعزائي المشاهدين خليكم معنا فاصلة قصيرة بتفصلنا عنكم ونرجع نتواصل معكم. ترجمة
سكر حبابة زي العسل في العذابة حلفون الغصب ما بسيبة أما جايبة وحيدة حلفون الغصب ما بسيبة أسرتك بريدة أيوة القلب لي حبيبة حلفون الغصب ما بسيبة فريقنا نار شديدة حلفون الغصب ما بسيبة سكر حبابة زي العسل في العذابة التحية للفنانة الجميلة شادن والتحية لكم مجددا أعزائي المشاهدين كادوغلي الجميلة مناظر جميلة يمكن بهذا الخضار طول السنة 9 شهور بهذا الخضار و3 شهور على صفار جميلة كادوغلي دائما خليكم معنا ولسه متواصلين معكم وطبيب الأسنان الدكتور محمد مصطفى الأمين والحديث عن مشاكل اللثة أيضا مشاكل الأسنان والتسوس ومشاكل أكيد الإحساس بالألم ومشاكل كثيرة جدا اللي هي منها التسوس واحدة من المشاكل. لو جينا تكلمنا يا دكتور عن العصب علاج العصب علاج الجذور دي كلها حاجات الناس قاعدة تتخوف منها دائما الناس بيفتكر الموضوع ده كبير جدا الآلات يمكن والآلات الحديدية الزمان بقت تخوف الناس من دكتور الأسنان ولاحظوا أنتوا دائما بتشوفوا الواحد بيكون خايف جدا جدا عايزك تكلمني عن العلاج بتاع الجذور وعلاج العصب وكيف ممكن يكون وشنو الجديد هسي وشنو السهل. قبل ما نتكلم عنه في حاجة طريفة إنه يعني اشتغلت قبل كده في مناطق ناية فما حدد وين بالضبط لكن كان بيجوا العيانين للمستشفى فبيكون الواحد محتاج لعلاج الجذور في فهم منتشر كان في القرية دي إنه علاج الجذور بيعمل سرطان ما تعمل علاج الجذور دي ثقافة اللي تحدد دي يعني أيوة فكان بيعارضوا الموضوع شديد يعني إحنا كان ما عايز إنه خالص أيوة الفترة ديك ما استعملنا أي حاجة من أدوات علاج الجذور أو من المواد بتاعته خليتهم يعني حاولنا غيرنا شويه من الموضوع انه في ناس بدات تتقبل الفكره في ناس جربوا اول واحد جرب الموضوع ولقى انه الالم راح والسن رجع اتبنى زي ما كان فبدوا يتقبلوا الفكره بدوا يجوا ناس لكن في ناس كانوا معارضين بشده لسه انه الماده اللي حتخدها على الجذور انه حتعمل سرطان وده فهم خاطئ طبعا اكيد في الحته دي ده محتاجين لتوعيه على فكره ايوه بالضبط حاولتوا مثلا في قوافل مشت للتوعيه كتير مثلا طبعاً. أيوة. مهم جدا أيوة. يعني التوعيه قبل العلاج وانتوا وقفتوا الشغل طبعا وقفنا لكن لغايه ما الناس فهمت شويه الموضوع نعم طب كويس لو جينا برضو على مستوى المدينه برضو بنلاقي الناس كثير يعني تخاف من علاج الجذور من العصب الخوف زاد من الدكتور من عدة الدكتورة الكثيرة دي والكركبة أيوة. يعني دي واحدة المشاكل أصلا بترعب في البداية حتى لو كان ما في شيء سخن يعني أو حار بالضبط هي فكرة دكتور الأسنان مرعبة لناس كثير أنا ما أعرف إحنا مرعبين في شنو يعني ما بنعضي ولا عندنا أي مشاكل العدة بس أيوة فعلاج الجذور مهم شديد يعني التطور من ما تبدأ السوسة لغاية ما تمشي وتعمل التهاب بيصل لمراحل بتاعت خراج وورم مشاكل كبيرة الواحد ممكن يتقي المشاكل دي كلها بعلاج الجذور نعم ده كلام جميل جدا اذا حنتكلم برضو عن حاجه مهمه جدا في ناس بتحس انهم عندهم بذوقوا طعم غريب في فمهم حتى لو ما في اكل اكلوه الواحد بحس بانه في طعم غريب. ايوه بالضبط زي ما قلت لك في المراحل بتاع تطور التهاب السن او الباثولوجي في السن عموما بتبدا بتسوس بيصل لغايه العصب بيلتهب العصب بالكامل بيبدا يطلع خراج من حوالين العصب او حوالين جذور السن الخراج بيكون عنده طريقتين يا انه عمل ورم في حتته وبقى ضاغط شديد على الانسجه اللي حوالينه او قام ضغط شديد وفتح فتحه من جذور السن
ممر زي نفق بيصل لغاية الليثة فوق. نعم. بتبدأ الفتحة دي بتفضي في الخراج جوا الخشم. نعم. ده الإحساس بتاع الطعم الغريب أيوة اللي بيجي. أيوة أيوة. وده علاجه شنو دكتور؟ يعني علاجه إنه يتعامل علاج جذور، يتنظف الخراج المعمول حوالين السن ده. مع الحبوب والأنتيبيوتيك والكلام ده كله. أيوة مع الأنتيبيوتيك بندي أنتيبيوتيك كفر كامل. أيوة. نعم نعم ده كلام جميل جدا. طيب الناس اللي عندهم أسنان فاقدين الأسنان التعويضية التركيبات وكده يعني، وكيف نقدر يعني بتين تحس إنه أنا شايفة في ناس مثلا بيكون عندهم مشكلة بتاعت أسنان بيتم برد الأسنان وبيتركب لها تيجان ودي كلها مشاكل كثيرة والعلاجات ممكن فقد الواحد يعني بقدر يمكن حاول ما يفقد أسنان لأنه السن الطبيعي زيه ما في. صح صح. طيب كيف علاج كيف التركيب والتعويض؟ نعم طيب التركيب احنا دائما بننصح بالتركيب يعني ما بكون لسبب مرضي أو كده، في أغلب الأحيان بيكون زول فقد أسنانه بننصح بالتركيب لأنه الأسنان بتتحرك يعني أول ما يبقى عندي فرقة فاضية بين الأسنان، الأسنان الورا هتيجي لقدام تحاول تكفل الفرقة دي مع الزمن. نعم. أول ما تغير مواقع الأسنان هتتغير القفلة عندي. أي. أيوة اتغيرت القفلة هتعمل مشاكل كبيرة في مفصل الفم، في صداع، في نعم. أعراض كثيرة بتحصل. شنو الطرق الحديثة هسي في التركيب؟ يعني زمان كان طبعا بيعملوا الكباري بالسلك وكذا، لكن هسي شنو الجديد؟ الجديد انه حصل تطور شديد في المواد، يعني بيقول الناس انه تتعامل مواد متكامله مع اللثه مع صحه الفم، ما بتتعارض مع اي، في مواد عندها افرازات كانت زمان موجوده دي نعم. اتلغت زي الحشوه المعدنيه برضو الناس بيقوموا بيعملوها هسه اكتشفوا انه في عندها اضرار. فالتركيب في عندنا البورسلين الزيركونيوم دي احدث حاجه، ماده متكامله شديد مع اللثه وقويه في نفس الوقت. نعم. وبديل يعني لسن الاسنان الطبيعي. طبعا هو ما في حاجه بتبدل حاجه ربنا دي، لكن ممتاز. ذكرتني بحاجه ما بتبدل يعني حاجه ربنا، في حادث حصل لوحده يعني وتكسرت اسنانها كلهم، يعني كان أهلها أو أخوها واحد منهم حاول بقدر الإمكان، هي في الحادث الحمد لله كويسة زي اتجرحت بس، لكن حاولوا لموا الأسنان ودي كانت شكرهم عليها الدكتور وبدأ عمل فيها دراسة في إنه دي حاجة جميلة جدا إنه لما تحصل أي حاجة الواحد يحاول يشيل السن. صح. الله لا قدر يعني للناس لأنه ركبهم لها بنفس رصتهم. فقال يعني سبحان الله، طبعا وقعوا نتيجة الحادث. أيوة. لو عندك دكتور محمد مصطفى الأمين طبيب الأسنان عندك نصيحة قدامك الكاميرا ممكن تنصح المشاهدين. صباح الخير عليكم تاني. أنا بس بحب أركز على نقطة إنه نظافة الأسنان هي بتقينا مشاكل كثيرة، إنه الزول يتسوق الصباح يتسوق بالليل، بالليل أهم من الصباح، خلي عندك عادة قبل ما تنوم تتسوق وتنوم. وإن شاء الله ألف سلام عليكم كلهم إن شاء الله. شكرا لك كثير جدا دكتور محمد مصطفى الأمين مساعد التدريس بالجامعة بجامعة خرطوم طب الأسنان، أيضا كمان نشكرك كثير جدا إن شاء الله نتمنى لك التوفيق طبيب الأسنان. شكرا لك. العفو، وأنا تشرفت بوجودي معكم اليوم. شكرا لك. أعزائي المشاهدين دي كانت فقرتنا الأولى، فقرة الصحة من الفقرات المهمة وطب الأسنان. فقرتنا إن شاء الله حنتكلم عن حاجة مهمة مع مدربة التنمية البشرية ساحر حسن بسطاوي، وعندها طبعا موضوع قيم جدا، قوم أنهض وما تنوم. حنشوف كيف الواحد ممكن يقوي بنفسه وينهض بنفسه من غير مساعدة الآخرين بعد الفاصل، خليكم معنا.
عادوا بينا البرحونا وراحوا شالوا من وادينا بحجتوا وافراحوا والله وحدوا بينا البرحونا وراحوا شالوا من وادينا بحجتوا وافراحوا بالكثير يا حليلهم يا حليل راحوا بالكثير يا حليلهم يا حليل راحوا صباحو في الضياع والحسرة ما السنين كم راحوا طالنا واكونا قلبي وباقي ليل وصباحو في الضياع والحسرة ما السنين كم راحوا جراحوا ومين يكون لفؤادي روحوا زيك وراحوا مين يكون لفؤادي روحوا زيك وراحوا حزينة كان وراها وداره أنا قلبي صبر قلبي قلبي صبر لما انت عيب صباره ونظرة بعك يا حزينة ونظرة بعك يا حزينة كان وراها وداره رحلت وشلت بهجته وأنواره يوم رحلت وشلت بهجته وأنواره لا اكتويت من عطفه ولا اكتويت بناره ارتويت من عطفه ولا اكتويت بناره
أعزائي المشاهدين أهلا بكم، رجعنا لكم بعد الأغنية الجميلة ثنائي العاصمة، ربنا يرحم إن شاء الله الفنان إبراهيم وربنا يمد الصحة والعافية كمان ويديه ومتع بكل الصحة وبالعافية أستاذنا السني. تحية لكم جدا أعزائي المشاهدين وين ما كنتوا، دائما تابعونا عبر قناة أنغام الفضائية سحر الموسيقى السودانية اللي بتفوتوا مشاهدتنا عليهم، يتابعونا بعدين في الإعادة إن شاء الله الساعة 11. أحلى صباح هو بيكون دائما معكم بعد الفاصل ضيفتنا المميزة. انهض وقم بنفسك واعمل حاجاتك بنفسك، البس الثوب بتاع الاصرار دائما وخلي عندك عزيمه وخلي عندك اراده قويه، ودائما فكر انه الليله احلى من بكره وبكره دائما احلى من بعد بكره، انت اللي بتغير من نفسك، انت اللي حتقوم. الكلام ده كله حنعرفه باستفاضه مع مدربه التنميه البشريه الاستاذ سحر حسن بسطاوي. اهلا بك وسهلا دكتوره، كيفك؟ اهلا وسهلا، صباح الخير، وصباح الخير على بلدي الجميل السودان، وبحيي التيم العامل في قناة أنغام وقناة أنغام والبرنامج الجميل الداعم دائما للشباب، وبحييك أستاذ ناهد حقيقة. وأنا مبسوطة جدا جدا إنه في عام جديد إن شاء الله ربنا يجعله عام خير ورخاء على البلاد وسلام ومحبة على الكل، وسعيدة جدا إن أنا أكون معك اليوم في العام الجديد كمان، أن إحنا الآن دخلنا في العام الثاني وأنا وليدة أنغام كما ذكر في حلقة ثانية، وهي لي الفضل الكبير جدا قناة أنغام في الحاجة اللي أنا فيها. أنا بشكركم جدا وبتمنى إن أنا أقدم الجديد، والجديد دائما دائما مميزة أستاذ السحر حسن بسطاوي، دائما بتمدينا بالجميل، يعني إحنا منكم أنتو من دائما يعني نلقى دافع لنفسنا، يعني قوم وانهض واستمر واشتغل وما تيأس، يعني الكلام ده شوفي كيف مدى التفاؤل اللي فيه واللي ممكن يساعد الواحد. انت الان لك اكثر من سنه معانا موجوده، ودائما ان شاء الله لسنين واعوام، اكيد للشرف والفضل لله طبعا، اكيد الفضل لله سبحانه وتعالى اكيد سبحانه. ومن بعده يعني لكم انتم ومن بعده كمان للمشاهدين اللي بيمدوني برضه بالطاقه الايجابيه، فكثير من الناس الحمد لله يعني بتدخل بتديني طاقات أنا كمان إيجابية، يعني حتى في طرح القضايا بتاعتهم هم بساهموا كثير جدا جدا. نعم. في المواضيع اللي أنا بقدمها حقيقة، لأن هم بيدوني بأفكار، بيمدوني بأشياء واقعية من المجتمع. يعني من إذا كانت مشاكلهم إذا كانت تجاربهم، فأنا بحييهم جدا جدا. وأنا عندي تحية خاصة للأستاذ مصطفى محمد وأستاذ طارق محمد، سعيدة جدا على دعمهم لي، يعني دعم كبير جدا جدا عبر السوشيال ميديا. أنا بحييهم من هنا وبقول لهم جزاكم الله خير، وبحيي كل الناس اللي دعمتني وكل أصدقائي وكل الناس اللي وقفت معي، بحييهم وبقول لهم شكرا لكم، ربنا يقدرنا على جزاكم. بحيي والدتي كمان، لا التحية، الوالدة ربنا يجزها كله خير يعني، وهي أم وأب بالنسبة لي يعني. يا سلام، أكيد بوجودك كمان معها وأنت دافع للغير يعني، فما بالك بوالدتك داخل البيت، أنت دائما داعمة لنا كلنا، شكرا كتر خيرك كتر جدا. لو جينا بدينا موضوعنا طبعا قوم وأنهض وتعال وأكسر الحواجز وكلام دي، الناس ممكن تعتبرها شعارات كويس، لكن كيف نحن لو جينا نقيم الفكرة ذاتها بتاعت قوم أبدأ بنفسك أنت؟ وقبل كده يمكن ده كان موضوع طرحناه قبل سنة يعني. أكيد أيوة. أيوة قبل سنة هي كانت تجربتي أنا، يعني أنا دائما بقول حاجة، أنت قبل ما تعمل حاجة ريب على نفسك، وإذا نجحت الفكرة واصل وطور. طيب. الحاجة دي أنا يعني حتى هي تلمست على أرض الواقع، أنا جربت الحاجة دي على نفسي، يعني كنت في حالة سلبية لمدة سنتين، حالة بتاعت عدم أي شيء، يعني عدم أي حاجة، ما في إحساس، ما في إحساس، ما بطلع من البيت، ما عندي تواصل اجتماعي، علاقاتي كلها قفلتها، كان يعني نسبة لظروف مرت علي اللي هي وفاة الوالد ربنا يرحمه. أنا يعني وصلت مرحلة من الضغوط إنه أنا قفلت نفسي على نفسي. طيب. لكن طيب أنا يعني أنا حوصل هستمر كده؟ هستمر كده ولا أنا في حاجة، ما أنا في رسالة لازم أديها. يعني أنا وجدت إنه حتى يعني رجعت لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ثلاثة حاجات لا تنقطع إذا مات ابن آدم. نعم. قطع عمله منه. أيوة. لا ثلاثة أشياء يعني عمله ما بتنقطع بها، ابن صالح يدعو له وعلم ينتفع به وصدقة جارية. فأنا فكرت طيب أنا ما ممكن علمي كمان صدقة جارية لوالدي، طب ما أنا ممكن أكون ابن صالح برضو يدعو له. نعم. وكل من يراني يقول. نعم. والله ربنا يرحم الرباكي. نعم. ده كلام جميل. نعم. حنجي نواصل بس نطلع فاصل قصير ونرجع نتواصل معكم أعزائي المشاهدين، خليكم معنا.